نحن متوجهين إلى ساحة الجمهورية بانتظار بدء العد التنازلي لإنارة أضواء شجرة الميلاد في العاصمة يروان. دقائق قليلة وسوف تبدأ الاحتفالية. دعوة المشاركين لبدء الاحتفال في أرمينيا أمام شجرة الميلاد الأسطورية. إعلان بدء الاحتفالات بالعام الجديد بحضور الآلاف من المواطنين والسواح وبانتظار إنارة أضواء الشجرة الرئيسية. شجرة الميلاد في وسط يريفان بانتظار
بدء العد التنازلي لإدارة شجرة الميلاد. الشجرة ستنار بعد ثوان بانتظار بدء العد التنازلي بحضور السيد محافظ محافظة يريفان، وتستمر الشجرة منارة لغاية يوم 13/1، يحتفل بعيد آخر اللي هو السنة القديمة حسب التقويم الجريجوري. ندعو كل أصدقائنا ومعارفنا اللي يحبون يحضرون احتفالات الحضور في هذه الأيام، أي الاحتفالات تبقى متواجدة من الآن لغاية يوم 13 جانوري من عام 2018. أبقوا معنا. دعوة محافظ يريفان لافتتاح أضوية وإنارة شجرة الميلاد وبدء الاحتفالات لعام 2019 في أرمينيا. سيبدأ العد التنازلي من 10، وبعدها ينار الأضوية وتبدأ الألعاب النارية. محافظ يريفان. السيد دارون ماركاريان. Ցելիներ կաներ, երեխաներ, ամեն ինչ պատրաստ է տոնածառի լույսերը բարելու համար։ Մնացել է միայն որ միասին կատարենք հետ հաշվարկը։ Դե ինչ պատրաստ են։ كل الاستحضارات جاهزة وبانتظار بدء العد التنازلي. 8 7 6 5 4 3 2 1 هكذا تكون الاحتفالات في أرمينيا. ندعو أصدقائنا ومتابعينا لحجز تذاكرهم والوصول إلى أرمينيا لقضاء أيام لا تنسى.